بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد أفضل خلق أجمعين. أهلا بكم طلاب مدارس دار الثقافة في درس جديد حول الانقسام والوراثة. وكنا تحدثنا في الدرس السابق عن دورة الخلية، وإن الخلية بتظل تنمو حتى تصل إلى حجم معين وبعدها بتبدأ في الانقسام. ليه بتنقسم؟ عشان تعوض الخلايا الميتة. الخلايا دي ماتت امتى؟ اثناء النمو. في خلايا بتموت وخلايا بتظل على قيد الحياة، وان الخلية الانقسام ده ممكن يكون سريع او بطيء. وان ايه اللي بيحدد حجم الخلية؟ ان هي لو هي بتنمو بتحتاج كل ما بتكبر اكتر الخلية كل ما بتحتاج مواد اكتر عشان تدخل من الغشاء البلازمي. لكن الغشاء البلازمي مع مرور الوقت ما بيكونش سطحه كافي لإدخال كل المواد اللي بتحتاج إليها الخلية، فبالتالي الخلية بتتوقف عن النمو. عرفنا مرض السرطان لا قدر الله، وعرفنا إن هو بيحدث بسبب إن الجسم ما بيكونش عامل كنترول أو ما عندوش تحكم، مش متحكم في نمو الخلايا. الخلايا بتظل تنمو 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 تنقسم، وجسمك جسم الشخص المصاب مش قادر يتحكم فيها، فبالتالي ده بيعمل له مشاكل وبيكون له أورام وتجمعات بسبب الخلايا السرطانية. عرفت ايه هو الانقسام المتساوي؟ وان هو عبارة عن خلية واحدة زي ما انت شايف، خلية جسمية لازم تكون من الخلايا الجسمية، يعني من خلايا الجسم، تنقسم الى خليتين، كل خلية فيهم تشبه مين؟ الخلية اللي كانت موجودة في الاصل. يعني في النهاية ما بيكونش عندي دول خالص، ما بيكونش عندي الاتنين اللي على اليسار هنا، بيكون عندي الاتنين اللي هما على اليمين. الدول كده بخلاص دي مراحل، يعني الخلية كانت كده الاول وبعدين بقت كده وبعدين بقت بالشكل ده، ده الشكل النهائي، خلاص بيكونوا اتنين، خلية الواحدة تبقى اتنين. طيب ازاي ده حصل؟ قلنا ان الكروموسومات اللي جوه النواة بتتضاعف الاول، يعني تصير الضعف. لو هي 46 زي خلايا جسم الانسان كده تبقى 46 و46، 46 هنا 46 هنا. بعد كده بينفصل بقى الجسم الخلايا الى خليتين، الخلية تنقسم الى خليتين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده اتكلمنا عن ان الانقسام المتساوي اللي اتكلمنا عنه من شويه ده بيديني خليتين زي ما احنا قلنا، تماثل خليتين تماثل كل منهما الخليه الاصليه او الخليه الام. طيب خلينا نكمل الدرس. ايه هو بقى الانقسام المنصف ده؟ احنا ما اتكلمناش عنه لسه، احنا اتكلمنا عن المتساوي. بيقول ان المخلوقات الحيه بتنتج بالتكاثر. يعني كيف بيجي مخلوق حي للحياه؟ عن طريق عمليه التكاثر. تتكاثر المخلوقات الوحيدة الخلية عن طريق انقسام الخلية. الكائنات الحية اللي عندها خلية واحدة، ايه اللي بيحصل؟ الخلية دي بتنقسم تبقى خليتين. اما في معظم الحيوانات والنباتات، في الحيوانات تمام او في النباتات او في الانسان يعني كمان، تتحد كروموسومات من الابوين معا، كروموسومات الاب وكروموسومات الام. ايه الكروموسومات دي يا استاذ؟ اللي احنا قلنا عليها موجودة داخل النواة، الخيوط اللي هي موجودة داخل النواة اللي موجود فيها صفات الايه؟ الشخص ده، تمام؟ يعني الكروموسومات يعني صفات، يعني الصفات حقت الاب وصفات حقت الام، تمام؟ كروموسومات الاب وكروموسومات الام في عملية التكاثر تسمى عملية التكاثر الجنسي. يبقى اتحاد كروموسومات الاب والابوين معا في عمليات التكاثر الجنسي اسمها، هي دي العملية اللي بينتج من خلالها كائنات جديدة او كائن حي جديد في الحيوانات والنباتات. في هذا النوع من التكاثر ينتج كل من الاب والام خلايا جنسية، يعني خلايا جسم الاب تنتج خلايا جنسية وخلايا جسم الام تنتج خلايا جنسية، سواء كان الاب ده بقى نبات او انسان او حيوان، وسواء كانت الام يعني تبع النبات او تبع الحيوان او تبع الانسان، تمام؟ فبنتكلم على النبات والحيوان والانسان دلوقتي. التكاثر الجنسي تنتج خلايا جسم الاب خلايا جنسية، تمام؟ في جسمه، تمام؟ الخلايا الجنسية الذكرية اللي بتكون عند الذكور اسمها المشيج المذكر، المشيج المذكر أو المشيج المذكر، خلاص؟ أو بيسموها الحيوانات المنوية أو الحيوان المنوي، وده بيكون صغير جدا. يبقى ما هو اسم الخلية الجنسية في الذكور أو في المذكر؟ بتكون اسمها المشيج المذكر أو الحيوان المنوي، وده بيكون صغير جدا وقادر على الحركة ذاتيا. يعني بيكون موجود داخل السائل المنوي حاجات اسمها الحيوانات المنويه، دي بتكون صغيره جدا قادره على الحركه الذاتيه، يعني بتتحرك ذاتيا لكن الحركه بتاعتها ما بتكونش ملحوظه. اما في خلايا اجسام الاناث، الخلايا الجنسيه للاناث، تمام، بتكون عندهم حاجه اسمها المشيج المؤنث او اسمها البويضه.
يبقى انا عرفت حتى الان عشان ما تتوهش مني كده ان في حاجه اسمها التكاثر. التكاثر يعني ايه؟ يعني الكائن الحي يعطي كائن حي جديد. ده بيحصل في الكائنات اللي عندها خليه واحده. ازاي؟ قال لي ان الخليه دي تنقسم، تتقسم كده تبقى اتنين. طب احنا مش كائنات وحيده الخليه، احنا كائنات عديده الخلايا، احنا والنبات تمام والحيوان كمان. طب ده بيحصل ازاي عندنا وفي النبات وفي الحيوان؟ قال لك بيحصل عن طريق شيء اسمه التكاثر. ازاي التكاثر ده بيحصل؟ قال لي بينتج من الاب والام. ازاي يعني؟ يعني ايه يعني ازاي؟ قال لي ان الكائن عشان يكون في كائن جديد تمام ينتج من عملية التكاثر، لازم يكون في امشاج ذكرية عند الذكر وامشاج انثوية عند الانثى. طيب الامشاج الذكريه اسمها ايه؟ حيوانات منويه. وعند الانثى بيكون موجود ايه في جسم الانثى؟ بيكون موجود حاجه اسمها البويضه تمام. والبويضه دي الامشاج الذكريه اللي هي الحيوان المنوي بيكون صغير وقادر على الحركه تمام. اما حج الانثى البويضه تمام بتكون اكبر من الحيوان المنوي تمام، لكنها لا تتحرك. حجمها اكبر من الحيوان المنوي لكن لا تتحرك ذاتيا، ما بتتحركش. وتتحد هاتان الخليتان معا، الحيوانات المنويه مع البويضه، الحيوان المنوي مع البويضة، يتحدوا مع بعض تمام ويكونوا حاجة اسمها ايه؟ الزيجوت او اللقاحة. الزيجوت او اللقاحة او الخلية المخصبة. يبقى بعد ما يتحد الحيوان المنوي مع البويضة بيتكون عندي حاجة اسمها خلية مخصبة او بتسمى بالزيجوت او اللقاحة. الخلية المخصبة دي هي اللي بتفضل تكبر تكبر وتنمو لين تصبح مخلوق حي جديد. يبقى انا عرفت دلوقتي ازاي انا اتكونت وازاي بيحدث التكاثر الجنسي في الانسان والحيوان والنبات، عن طريق امشاج ذكريه موجوده في جسم او حيوانات منويه موجوده في جسم الذكور وبويضات موجوده في جسم الاناث تمام، ايا كان بقى في النبات او الحيوان او الانسان تمام. بعد كده بتتحد الحيوانات المنويه اللي في جسم الذكور مع البويضات الموجوده في جسم الاناث وتكون حاجه اسمها الخليه المخصبه اللي اسمها الزيجوت او اللقاحه. الخليه المخصبه دي بتظل تنمو وتصبح مخلوق حي جديد. وقال لي تحتوي معظم الخلايا جسم الإنسان على 46 كروموسوم اللي هي الخلايا الجسمية. خلايا جسمنا العادية اللي هي العضلات والعظام وزي كده موجود فيها 46 كروموسوم. طيب إذا كان عدد الكروموسومات في المشيج المذكر 46 وفي المشيج المؤنث 46، فماذا يمكن أن يحدث؟ يتكون عندك كائن حي خلايا بتاعته 92. طيب خلينا نشوف كده مع بعض يعني إيه الكلام اللي هو بيقوله هنا. يعني بيقول لك احنا هناخد خلايا من جسم الذكر اللي احنا قلنا عليها الحيوانات المنوية مع خلايا من جسم الاناث اللي هي البويضة. انت بتقول لي ان خلايا جسم الكائن الحي والانسان بتكون 46 تمام، يعني الحيوان المنوي 46 والبويضة 46. يبقى 46 و46 يبقى هيتكون عندك خلايا جسم كائن حي، هيتكون عندك كائن حي اللي هينتج من عملية التكاثر ده هيكون عنده في الخلايا بتاعت جسمه 92 كروموسوم. لا ده مش صح، مش ده اللي بيحصل. امال ايه اللي بيحصل؟ قال لي ان الخلايا الجنسيه بتكون غير الخلايا الجسميه، يعني خلايا الدم والعضلات والعظام فيهم 46، لكن خلايا الخلايا الجنسيه يعني الحيوانات المنويه بيكون فيها 23، بيكون فيها 23 كروموسوم. وبرضو عند البويضه اللي هي في عند الانثى البويضه بتكون فيها 23 كروموسوم. طب يعني ايه؟ يعني 23 و23 يقوم يكون لك 46 كروموسوم، اللي هو الكائن الحي الجديد بيكون الخلايا بتاعت جسمه 46 كروموسوم. طيب الخلايا المخصبه لا تحتوي فعلا على ضعف عدد الكروموسومات الموجوده في الخلايا العاديه، ويرجع ذلك لان كل من المشيج المذكر والمؤنث يتكونان بفعل انقسام خلوي يسمى الانقسام المنصف. طب ليه؟ انا عايز افهم. انت قلت لي يا استاذ ان الدم والعضلات والعظام والجلد كل الخلايا بتاعت جسمي فيها 46 كروموسوم، اشمعنى ليه يعني الخلايا الجنسيه هي اللي فيها 23؟ ليه؟ لانها ما تكونتش بالانقسام المتساوي اللي احنا خدناه الحصه اللي فاتت، يعني ما نتجتش من خليه تضاعفت كروموسوماتها وبعدين انقسمت. لا، هي تكونت بطريقه تانية اسمها الانقسام المنصف. الانقسام المنصف، يبقى الخلايا الجنسيه تتكون بالانقسام المنصف. طيب سؤال تاني، اللي يبقى لما اجي اسالك السؤال ده بطريقه تانية اقول لك الانقسام المنصف يحدث للخلايا ايه؟ الجنسيه. خلايا ليه؟ امال الانقسام المتساوي للخلايا الجسميه تمام. في الانقسام المنصف ايه اللي بيحصل؟ النواه بتنقسم مرتين، لكن هنا في المتساوي كانت بتنقسم ايه؟ مره واحده. كان بيحدث الانقسام، النواه هنا بتنقسم مره واحده، انقسمت بقت اتنين وخلاص، لكن وانتهينا وانفصلوا عن بعض هنا. لكن في الانقسام المنصف بتنقسم النواه كم مره؟ مرتين. شوف هنا بيحدث الانقسام الاول اهو وبينفصلوا عن بعض وبعدين يرجعوا يحدث انقسام تاني. شوف ده بقيه الرسمه، هتلاقيهم قصاد بعض عندك في الكتاب في
في اخر الصفحه من تحت، او خليه هنا بعدين كروموسومات، بعدين بتصطف في وسط الخليه، بعدين بتنفصل بعد ما تضاعفت، تمام، بعدين بتنقسم الى خليتين، الخليه الواحده بقت اتنين، كل واحده من دول هتنقسم بعد كده الى اتنين. شوف كمل معايا الرسمه كده، دول هنا اتنين اهم، تمام، شوف الاتنين دول هيحصل فيهم ايه اهو، كل واحده فيهم هترجع تنقسم الى ايه، الى اتنين، شوف دي بقت اتنين. يبقى ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان حصل الانقسام المتساوي، بيكون في انقسام مره واحده، الخليه بتنقسم مره واحده، لكن في المنصف تنقسم مرتين، عشان كده بتديني خلايا فيها 23 مش 46. تعال نشوف الفرق بين الانقسام المتساوي والمنصف. بيقول لي الانقسام المتساوي يشبه نوعا ما الانقسام المنصف. خلي بالك ان هنا بيدي كام؟ أربعة. شوف هنا 1 2 3 4. الانقسام المتساوي كان بيديك كام؟ 2. الخلية بتنقسم وخلاص بتديك 2. تمام، يبقى هنا انت بتتكلم في فرق جوهري بين الانقسام المنصف والانقسام المتساوي، او فرق مهم، ان ده المتساوي بيعطيك 2 لكن المنصف يعطيك 4. المتساوي بيحدث في الخلايا الجسمية لكن المنصف يحدث في الخلايا الجنسية. تمام اهو شوف تمام. اما في الانقسام المنصف تحتوي الخلية الناتجة على نصف العدد. تمام، هنا بيقول لي اكثر فروقا من الخلايا اللي بتنتج من الانقسام المتساوي بيكون فيها نفس العدد، يعني قلنا ان ده ست، كانت الخلايا الاصليه 46 تضاعفت بقت 46 و46، ان الكروموسومات اللي جواها بقت 46 و46 وبعد كده انفصلت الى خليتين. تمام، بقت كل خليه فيها 46 زي الايه، الخليه اللي كانت موجوده في الاول. تمام، يعني انقسمت الخليه الواحده الى خليتين كل واحده فيها 46، ده بسبب ان حدث تضاعف في الاول. تمام، اما في الانقسام المنصف كل خليه بتحتوي على نصف العدد يعني 23. تمام، طيب ده اللي اما هشوف الخليه الناتجه في الانقسام المتساوي خليتان جديدتان، المتساوي بيعطيك خليتين لكن المنصف بيعطيك اربع خلايا زي ما انت شايف معايا هنا كده اهو، اربع خلايا. تمام، اتمنى تكون فهمتوا الفرق بين الانقسام المتساوي والانقسام المنصف. هنا العمر المتوقع ومده الحياه، هنا بيقول لي ايه هو العمر المتوقع وايه مده الحياه، جايب لي هنا جدول كده مخلوق الحي الذبابه، معدل عمرها المتوقع من 15 يوم ل 30 يوم، اطول مده ممكن تعيشها الذبابه 72 يوم، الكلب 12 سنه بيعيش حوالي 12 سنه، واطول مده ممكن يعيشها كلب 29 سنه، او زي كده الحيوانات اللي قدامي هنا عليهم هنا طبعا الصنوبر، تمام، ذو المخارط الشوكيه ده بيعيش حتى 7000 سنه، الصنوبريات اللي هي نباتات يعني اكثر من 7000 سنه. ايه هي مدة الحياة يا استاذ اللي هنا دي؟ مدة حياته. كما يوجد للخلية دورة حياة، يعني زي ما الخلية بتفضل تكبر تكبر وبعدين تنمو وبعدين تنقسم إلى خليتين وبعدين الخلية تنقسم وبعدين، زي كده برضو الكائنات الحية ليها دورة حياة. إحنا ككائنات حية بننمو ونتكاثر، يعني نجيب أولاد وزي كده، وبعدين إحنا بنموت وأولادنا برضو بينموا وبعدين يتكاثروا وبعدين يموتوا زي كده. بعد عمر طويل طبعا للجميع، ومراحل نمو المخلوق الحي تكون دورة حياته. اللي بيحصل ده اللي هو ان احنا بنكبر وبعدين نتكاثر وبعدين نموت، دي اسمها دورة الحياة، دورة حياتنا. تشمل دورة حياة الحيوان على الولادة والنضج والتكاثر. احنا اللي بيحصل معانا بنتولد ننضج نتكاثر نوصل لمرحلة الهرم والموت، يعني نكبر وبعدين في السن طبعا وتصير كبار في السن وبعدين الموت. يقول تعالى وقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وقد خلقكم اطوارا، يعني اتخلقتم وبعدين اتنقلتم مرحله لمرحله. اطول فتره زمنيه بيعيشها المخلوق في افضل الظروف تسمى مده الحياه. يعني ايه هي مده الحياه؟ اطول فتره ممكن تعيشها او اي كائن حي يعيش. تمام، مده حياه المخلوق الحي صفه مشتركه بين افراد نوعه. يعني انا لما بكلمك عن الذباب هنا ما بكلمكش عن الذبابه دي فقط، انا بكلمك عن الذباب كله. تمام، ان اطول مدة ممكن تعيشها ذبابة، تمام، هي 72 يوم. يبقى لما اجي اقول لك هنا مدة حياة تبقى مشتركة، مدة حياة الذباب تبقى مشتركة بين كل الذباب زي كده، مدة حياة النباتات الحولية تبقى مشتركة بين النباتات الحولية. تمام، النبات الصنوبر ذو المخارط الشوكية لهم مدة حياة اكتر من 7000 سنة، يعني ده بينطبق على كل الصنوبرات الشوكية، تمام، اللي مخارطها شوكية. العمر المتوقع له هو مقدار الزمن، يعني يا اما اقول لك العمر المتوقع للكائن الحي ده، يعني مقدار الزمن اللي يقدر يعيشه المخلوق الحي ده. ده بيعتمد على الظروف اللي بيعيشها هذا الكائن، هل هي الظروف تساعده
صحية مثلا تساعده نعيش فترة أطول من كده ولا لأ. الظروف البيئية هل بتأثر في عمرنا أو في عمر الكائنات الحية كمان؟ طبعا لو إنسان عايش في توفير كمية غذاء وماء كافية وصحته وبيهتم بكل شيء، طبعا ده ممكن يعيش حياة أطول إلا في حالات الحوادث وغيره. لما بنتكلم عن الظروف البعيدة عن الأشياء هذه، لو في ظروف مهيئة تمام للكائن الحي ده، ايا كان بقى نبات او انسان او حيوان، انه يعيش في مكان فيه غذاء وفيه ماء وفيه الامكانيات كلها، بالتالي بيعيش فترة زمنية اطول. فان متوسط العمر للناس في المملكة العربية السعودية مثلا حوالي 73 سنة، ولكن مدة الحياة التي قد يعيشها الانسان لا يعلمها الا الله. يعني متوسط العمر، يعني الناس اغلبهم في السعودية بيحدث لهم حالات الوفاة عند 73 سنة، ده اسمه متوسط العمر. طب يعني ولكن مدة الحياة التي قد يعيشها الإنسان لا يعلمها إلا الله. يعني إيه المدة اللي ممكن يعيشها الإنسان؟ ما حد يعرفها، يعني ممكن تكون أكتر من 100، أقل من 100، ما حد يقدر يحددها. يقول تعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. كده نكون انتهينا من الدرس، هنراجع الأسئلة مع بعض. العملية المستمرة من النمو والانقسام، قلنا اسمها والتعويض اسمها دورة الخلية. السؤال رقم 4 اللي هو اختياري: أطول فترة زمنية بيعيشها المخلوق الحي في أفضل الظروف. أطول فترة احنا لسه متكلمين احنا دلوقتي اللي هي قلنا اسمها مدة اللي هشوف هنا، أطول فترة زمنية هنا أهو يعيش المخلوق الحي في أفضل الظروف اسمها مدة الحياة. ما عدد الكروموسومات الموجودة في الخلايا الجنسية عند الإنسان؟ قلنا النصف، يعني كام؟ 23. يعني كام؟ 23. طيب كده نكون انتهينا من الأسئلة، وموعدنا إن شاء الله الحصة القادمة مع درس جديد بعنوان الوراثة والصفات. أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.